لكم خوتي خواتاتي، حبيت نشارك معكم هذا الخليط نسكيلو ديال ستر ديال الدجاج، حالة الماء الكزار، ثلاثة الكرعات خضرين محكوكين، أربعة الخيزوات محكوكين، فلفلة حمراء، الزيتون مقرد، طريفات، والدجاج راه مقرد رقي وقاو، بقيت غنديرو في المسمن، مبغيتش نوريكم عجينة المسمن، عجينة عادية خميرة مليحة وكتعجنو، ودرت جوج ديال الجالية الصينية تا هي، معلقة ديال السكنجبير، معلقة ديال راس الحانوت، كمون، زعفران كامل، ملحة، معلقة لاروب صغيرة ديال سميتو مع ديال البزار، معلقة ونص ديال التحميرة، هادشي لي كاين، والبصلة هما ربعة، ربعة البصلات مجلدين، والربيع هو هذا كيما كتشوفو، قاش غنقسمو، غندير واحد بالدجاج، واحد غير بالخضرة، هادشي لي كاين. أنا نقسم غير جوج بلاص، هنا بلاص هنا، ربيع تا هو هنا نص، وهذا هو نص، أش غندير غير الخضرة، هدا المسمن عامر غير الخضرة، مع الفلفلة، هانتوما، هاد الفلفلة كلها غتجي هنا، كلها غتجي هنا، وغندير معاها نص الزيتون، هاكا. الفلفله ما غنديرهاش هنا مع الدجاج، غندير غير زويتنات، هادشي لي كاين، أنا شعلت البوطات، وحدة هنا، وحدة هنا، وغنخرج الزيت، الزيت هنا شوية، الزيت هنا شوية، وشوية الحار لي بغا يحرر، الحار، حار العريسة، والحكاكة تحكو بهاد الغليظة هادي، بهاد الغليظة هادي. وفي نفس المقادير دابا انا في لحت البصله وربيع والزيتون على غير البصله وربيع والدجاج معاه ونلوح العطريه من بعد غير نص المقدار اللي وريتكم هنا الملح وكلشي لما تبقى غنديرو هنا كلو غنخليه هانتوما كيما كتشوفو هاهي تشحرات شويه هادي الفلفله والبصله انا غنحكو النص ندير شويه القرعه شويه خيز النص الاخر غنديرو في الدجاج عاشق جيت هو غندير فيه نص معلقة هانتوما جيت نص معلقة غير شوية هادشي راه مغنوش أنا غير وليداتي ماشي أنا مريضة غنحرمهم ضروري خاصني نوجد ليهم هادشي لي كاين باش متلصقش كندير شوية طوماطو فريتو عرفتي واش كتباع حلقة هي هادي جبنا هي خمات شكي ولات مطلوقة فاضت دابا غنقسمها باش نديرها درت فيها الخميرة والملحة فقط غنقسمهم بحال هكا خبيزات من بعد غنعمرهم بالحشوة هاكا غيجيو هادو هما الكريسات ديالنا الحشوة هي وجدات هانتوما كيما كتشوفو كي ولات وديال الدجاج هيا كتشاد مزال كطيح خاص داكشي يطيب زوين خليكم معايا تنوريكم التعبان كيفاش داير غندير جوج عواسق ديال الزبدة هاهما صافي هادو باغيين جوج عواسق والزيت لقاش غندير شوية المسمن العالي مغنبينوش غنبين هذا اللي عامر صافي هادشي اللي كاين هاهي الطاوة اللي كملت على حساب الفران هادي اللي فيها الخميرة لاخر مسمن راه مفيهش الخميرة لاخر باش نجوج عجينات غنلوح الشاي السمنة هنا
من حالك باش ما تلصقش. هذا الشيء قربني وجد حقهم في الجنة تبغى نكون جرس باش خليه يخمر شوية وعاد غادي نفران. هانتوما كيما كتشوفوا هذا هو الخليط ديال الدجاج وهذا الخليط ديال الفلفلة. فيه خيزو والقرعة والربيع والشعرية الصينية وكلها. هانتوما هذا هو الخليط كيما كتشوفوا انا نطفيلو دابا هو وجد الحلاق. هنوريكم غير وحدة اللي نكمل ان شاء الله. كديرو عاشق فحال هكا جوج عاشق. بغيت ندير هاد المسمن شوية كبير ضربو هكا. هذا اللي بالدجاج ماشي اللي بالخضرة بوحدها. من بعد كيجي فحال هكا كتحطو هنا. غنهز من الحشوة ديال الفلفلة والشعرية الصينية والخضرة اللي وريتكم باش غنديرها هنا. هادي بلا دجاج هادي والاخرى بدجاج. الاخرى غنقرصها بالجنجلان هناك هاكا هادشي اللي كاين. كتجي فحال هاكا هي هادي. البيض ناخدو الملح الصفر ونحيدو البيض وندير معاه الحليب باش نخليو ندهنو المسمنات ديال الفران. ديروا الحليب على حسب القدر ديالكم. دابا انا درت جوج ملحه ديال الصفر غير باش ندهن هادشي اللي كاين. دخلت الفران شويه انا كندهنو بحال هكا ندهنو ونرميه هاد باش يتحمر من الفوق باش يوجد. دابا راه طاب نص طيبه حقكم في الجنه. كل الجنجلان غنعاود ندهنها من الفوق باش تجي محمرة. الجنجلان من الفوق عاوتاني باش كتجي زويلة. مرحبا بكم عندي قبلوا على ما وجد. هانتوما كيما كتشوفو هذا مسمن درتو عامر بالسميدة وداكشي ما بغيتش نوريكم كتير. هذا فيه غير العطريه القوام الفلفله والشعريه الصينيه هانتو ديال الفران. هاهم شوف كيتجي زوين. هانا درتو في المقله عامر بالدجاج درت وحده كبيره هانتو. شوف كي جات هاي شتي كي جات شتي كي معمره لمزيناتها. وهذا هو عامر بالخضره فلفله وداكشي ما فيه لا دجاج لا والو. وهذا عامر بالدجاج توا في الفران. هادشي اللي كاين اخوتي حبيت نشارك معاكم. والله الا حق الله تعيس حقكم في الجنه. تنشكركم بزاف ودخلوا عندي تابوناو عندي وكندير لكم هذاك الشيء اللي كندير لوليداتي كنوري لكم. مرحبا مرحبا بكم عندي في القناه وكنتمنوا تدخلوا ديما وشربوا معايا كويس تاتاي. حتى الفيديو اخر ان شاء الله. شكرا.